اليوم موجه للناس اللي أقل من 18 سنة، لأنه أنا بعرف الشخصيات اللي عندي الصغير، الشباب، صبايا، عندهم وعي أكثر من ناس أعمارها 30 و40 سنة، وبدي أخلي هدول الصغار يضحكوا على الشخصيات اللي مفكرة حالها مؤثرة واللي مدعية للسلام ونشر السلام، هي بتنشر كنادر أصلاً يعني، أخليهم يقلبوهم مسخرة ونضحك في التعليقات. طبعاً يا جماعة الخير، عارفين بالفترة الأخيرة صار في موجة تطبيع، وفي ناس بتسميها سلام وفي ناس بتسميها شالوم طبعاً من كثير دول عربية، ولكن هذا الإشي ما بيعنيني، كل دولة حرة بشأنها الداخلي. بس بالأول والأخير أي بني آدم بحط إيده بيد مغتصب للأرض ومحتل للأرض يعني بأيده للظلم تاعه، وهذا عار كبير. بس العار الأكبر إنك تشوف شخصيات محسوب علينا إحنا كعرب ومسلمين عم بيطلعوا بهيك مقاطع وبهيك رسالة، وعم بتسلط عليهم الضوء بشكل كبير، وعم تستضيفهم أكبر قنوات العالم. شوف المشكلة في الفلسطينيين عبارة عن خونة. Are you sure? Because there are anti-Israel people that watch anti-peace, I would call them. They'd say that you know in Israel it's a dangerous place. So it's good to hear that you felt a different experience. Which place is dangerous? We went all the way to Golan and it was peace. Yes, true. It was peace. Yes. Literally the people. In fact, if anything, the humanity should thank those soldiers of Israel who are protecting the Golan borders and helping some of the Syrian refugees and children. وعبارة عن تجار للقضية. I mean, and these are heroes. You don't see them on TV. You don't see them on movies. You see them only in real life, and they protect a lot of lives of children, women. The Israeli army. Big time. كل مجرد همج، لم يحترموا حرمة الأقصى، بل هذا لن يحترموا عظماء الأمة ومن يبني لهم البيوت والمساجد. The Israeli army. Big time. Of course, we met a lot of soldiers who are doing a great job to save lives, and these are humanitarian aspects of being a hero. أحيى على صدمة مذيع الكيان السوس، وهو بعيد مش أبطال وبنشر السلام. آية طال عمرك، آية طال عمرك، جيشكم جيش الأبطال وبنشر السلام. متأكد؟ والله متأهت لك خبز أحلف لك عليها إنه جيشكم جيش الأبطال يعني وجيش السلام. وكمان يعني أزيدك من الشعر بيت، أصلاً الطيارات اللي بتطلع وبتقصف أهلنا في غزة، والناس اللي كانت تنقتل على المعابر في الضفة، هذا كله شو بيعملوه في هوليود في أول دخلة على اليمين؟ أنتوا مالكمش علاقة، أنتوا بتنشروا ورد وحب. وحتى إذا مش مصدقني يا مذيع، ها رحت تصورت مع أحد أبطالكم. معنا الآن المقدم إيال درور من جيش الدفاع الإسرائيلي. هذا الرجل أمامنا هو بطل ساعد الكثير في الوصول إلى بر الأمان والإنسانية. شوفوا صدمة أيال بين الاثنين، وهم قاعدين بيحكوا إنه البطل والذي يحافظ على السلام وينشر الورد. أيال نفسه انصدم، بيقول معقول هذول الاثنين بيحكوا عني زي هيك؟ هذول الاثنين اللي منسوبين للعرب ومنسوبين لأخوتهم في فلسطين بيحكوا عنا هيك؟ أنا اللي بطلع وبقصف الأطفال وبيتم النسوان وبحسر قلوب الأمهات وبحبس ناس ملاش علاقة، وبيطلع كتيب الجيش عشان ياخدوا طفل، أنا بالأخير طلعت اللي بعمله بطولة؟ يعني كان من شدة الصدمة بده ينتحر، ينط هيك أيال يعني. تخيلوا العار اللي احنا واصلين له. وهسه اسحب لي طويل العمر هون، تمام؟ كبر لي صورته، نتمعن شوي في الصورة. ما شاء الله كيوت، الله يحفظه لهالشاب. هذا الشاب بيعتبر حاله انه هو مؤثر وصاحب رسالة سلام وانه محلل سياسي، يعني كوكتيل، فاهمين علي؟ قبل شوي قال ايش؟ انا الفلسطينية خونة، بس هي ما اثرتش فيه كثير. لا اللي اثر فيه انه قال انا الفلسطينية لم يقدروا عظماء الامة ويحترموهم، ولم يحترموا من بنى لهم المساجد والبيوت. لا هو احترمهم للامانة، هو احترم عظماء الامة وطلع مع جماعة احترمهم. هذا احترام، ومش هذا الاحترام وقف له، لا احترمهم بزيادة ومجد في الجيش اللي بنظر كل احرار العالم واطفال العالم الحرة إنه هذا الجيش قاتل ومغتصب للأراضي ومحتل للأراضي. هذا الجيش اللي قاعد يمجد فيه ويقول جيش طيب وجيش ينشر السلام، كل يوم بعد يوم بيطلع بيقصف أهلينا في غزة، بيحاصر أهلنا في غزة، قتل كثير من النساء على الجسور وعلى المعابر قدام مرأة العالم كله اللي عامل حاله مش شايف. هذا الجيش لما يروح يعتقل طفل بيطلع بكتائب، هاي الصور موجودة على الإنترنت وروح شوفه. هذا الجيش عذب قلوب أمهات كثيرة، أخذ أولادها أو قتل أولادها وأسر أولادها، وآخر إشي بيطلع هذا وبقول لك إنه جيش واو كتير شوكولاتة، هذا الجيش كتير ينبع من السلام. المذيع نفسه هو بيعمل معاه اللقاء عارف إنه هذا الزلمة مش مزبوط، وإنه هذا يعني شخص
مش طبيعي. وحاليا الاطفال معناها ان احنا نجمع الشعوب مع بعض، نحط السلام بين الشعوب، فليش نحصر الاتفاق ولا نحصر السلام يعني على الكل ما عدا الاسرائيليين؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. بالعكس، اهلا وسهلا، حياكم الله، البلاد هاي بلادكم، بيتكم الثاني مثل اخوكم. فيك امور يعني، معلش يعني.